قلت لك الأفضل إذا كان عندك فلوس أن تذبحي أضحية باسمك ثم تخرجين لحمها كاملا إذا أردت، أو تبقين شيئا منها لك والباقي تعطينه هدية أو صدقة على أبويك. فهكذا تدركين الحسنيين، حسن الأولى الحسنة الأولى اللي هي الأضحية، والحسنة الثانية التصدق على الوالدين، وهذا أفضل من أنك أنت تعطي الصدقة باسم الوالدين فقط، فهنا تصل الصدقة للوالدين ولكنك لا تحصلين على أجر الأضحية، وأجرها عظيم كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.